ألف سردة وسردة معي ألف لقمان دير. هكذا حدثنا هرقبشت. أنستي فادية. كنا في الصف الثامن في مدرسة اسمها القنيطرة، وبجانبها مدرسة ابتدائية اسمها جبل الشيخ، بينما كانت الأحداث تجري في حلب. والحدث كان أنه امرأة جميلة دخلت إلى مدرستنا، بل كانت فائقة الجمال بشعر مسبل أشقر وعيون بين الزرقة والخضرة وابتسامة عميقة خلفها ما خلفها من حيثيات لا نعرفها، ودخلت إلى صفنا ثم قالت لنا إنها أنست الفرنسي تبعنا، وبهتنا ثم دهشنا ثم انفلجنا ثم شعرنا بما يسمونه بالحبور. عرفناه، تعرفنا عليه هو وشقيقه الكبير السرور وشقيقته الصغرى الفرح، شخصي تعرفنا عليهم. وكان اسمها فادية. كانت أنستنا هذه أول امرأة تدخل إلى مدرستنا الإعدادية، باستثناء أمهاتنا اللواتي كنا يدخلن بصفتهن أولياء أمورنا، مسلحات بشحاطات سريعة الشلح واللطش على ظهورنا وأقفيتنا حال تلاوة الموجه لتقريره الموجه ضدنا. فالولد عم يتأخر على الدروس، وهذه عيارها كف على الماشي على الخلقة بشكل مفاجئ من الست الوالدة، والولد عم يقلل أدب مع أساتذته، وهذه عيارة طيارة على الرقبة مع شدة إذن قوية يتدخل على أثرها الأستاذ ويفك الطفل الجاني، ولكن الآن بين براثن والدته مجني عليه. أما لما الولد عم يهرب من المدرسة وعم يشرب سيكارات، فهذه تستدعي استخدام السلاح الأبيض وأداة التعذيب الأولى الشحاطة، ونولول تحت الضربات المهينة التي نتلقاها والقتل التي نأكلها مع مازواتها من وحول وحصى عالقة في قفا شحاطة الوالدة يحفظ ويديم على راس كل مرضي وكل مغضوب. المهم مالكم بالطويلة، هيك كان الوضع بالمدرسة الثانوية تبعنا. مع أنه كل الطلاب كانوا مؤدبين، فإن هذا لم يكن يمنعهم من الوقوف أمام باب المدرسة لوداع الآنسة فادية، وهي تمضي تماما كما كانوا يستقبلونها عند مجيئها أمام نفس الباب. وكنا نؤلف حلقة حولها من طلابها التوامن كي نمنع أيا كان من الاقتراب منها، لكنهم لم يكونوا ليزعجوها، وإنما كنا نفعل ذلك لنتباهى بأننا حراسها الشخصيون. ما كانت كلمة باديغارد معروفة وقتها، وكنا نتشاجر مع كل من تسول له نفسه أن يتفوه بتعليق متهكم أو سخيف في اعتباراتنا، وكان الشجار ينتهي بهزيمتنا الفادحة كون العدو بكالوريا بينما نحن شقفة توامن. ولكن كرامتنا كانت تشدنا إلى القتال على الرغم من أننا بالنتيجة المخزية عارفين. وكنا نجلس مقابل الآنسة فادية في الصف فخورين، وكانت تقول لي: نقمان، أنت نقمان، أنت نقمة على المجتمع. وتضحك ويضحك الطلاب ثم ينادونني في الفرصة بنقمان، ومنهم من كان يقول لي سؤمان بسبب سقمي، فكنت أقول صحتي هي العجب. وبصدفة عجائبية لمحت معلمتي الآن، هرعت إليها بفرح وحبور وسرور، ولكنها لم تتذكرني. قلت لها اسمي وأنني كنت طالبها في الصف الثامن في مدرسة القنيطرة، فتذكرت المدرسة ولم تتذكرني. قلت لها أنه أنا نقمة نقمة نقمان، ضحكت ولم تتذكرني. أدت أدراجي خائبا، يا إلهي لم أكن مميزا وقتها إذن، فهي لم تتذكرني، غير أن صرخة منها باسمي استوقفتني. بس أنا بعرفك هلأ، بقرأ لك بالجريدة كل يوم، وبعرف أنك رح تكتب عني، لأنك إذا تفركشت بالشارع بتكتب، وإذا انكسرت معك كاسة وإنت وعم تشرب بتعمل منها قضية. أوعك أوعك ثم أوعك تقول قديش عمري. أوعك. وتعانقنا وتعاهدنا على عدم ذكر عمرها لأنها غالية علي وسعر بسعر أمي. هكذا حدثنا هرقبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.